الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي يقول أنه تقدم بشكاية لدى المحاكم الدولية فيها 45 قاضي، وأيضا ثم قائمة أخرى بصدد التحضير فيها 60 شخص بينهم وزيرة العدل، ويقول أيضا سيقاضي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقضية المساجين السياسيين. شنو رأيك؟ هو تو في المدة متاعه، هو تحب صراحة العشر سنين اللي عديناهم احنا ما شفنا منهم حتى شيء، ما فما حتى حاجة إيجابية، فهمت؟ ممكن احنا تو، انا باش ما ننتمي حتى حزب، راني عندي حزب ربي ووالدي وولادي، ونخدم على روحي بذراعي واللي رزقني هو ربي، فهمتني؟ اما تو نشوفه في شوية ضو هك حسب ما نشوف، بالرغم فما بصيص من الامل، معناها نشدوا في حاجه، نشدوا في ربي قبل كل شيء. من بعد فما ناس ما تحبش الدوله تقيم، راهي ما تحبش الدوله تقف، بصراحه نحكي لك، فما ناس توا تصور احنا تونس نوصلوا نشدوا الصف على الخبز، ما نتصورش عمري ما ريت يعني. توا موجوده، كي تسال واحد قديم تابع ناس قدم يقول لك والله هو ما عمل حد شيء، انت ديجا تطيح في مورالك بريمو. ثاني حاجة، انت حاول حتى بدعوة الخير، هو ربي ينصر وربي يوقف وربي يعاون وربي كذا، فهمت؟ اما احنا ما عندناش الشيء هذا. وهو تو السيد منصف المرزوقي حتى كي شد في المدة نتاعو، والله ما رينا حد شيء يا اختي، شبع زيادات ما رينا منها حد شيء. والوضع احنا شكون اللي احنا فيه تو، مخلفات شكون؟ مو مخلفاتنا السابقين ولا معناها كل واحد يحاسب روحه. انا مع الرئيس هذا جديد، عليه قاضي عليه هذا الرئيس يخدم خدمته، خلوه يخدم خدمته، واني فيغ دو لوي، احنا في اوروبا نتبعوا فيه، فهمت؟ يخدم خدمته، واذا كان فما واحد هكا تو العداله تبين كل شيء. يعني خليه القضاء يخدم خدمته. يرحم والديك، اما مش القضاء تاع القضاء هذا تاع الحكم الجديد تاع رئيس تاع قيس سعيد. احنا معاه ان شاء الله. ومع البلاد، احنا هو ينجح ان شاء الله، ينجح البلاد واحنا معاه، وني فيغ دو لوي. انا راه هذاك هو صحيح. يعني تساند الخطوه اللي قام بها المنصف المرزوقي؟ اي نسانده، نعم. شو اي سياسي يدخلوا الحبس؟ شنو انا تهمه هي باش يدخلوا الحبس؟ عمري ما ريت انا العالم الكل تم الديمقراطيه في تونس ولا لا؟ اي سياسي له الحق باش يعطي رايه وكذا، وهنا في تونس اي سياسي يمشي هكا ولا هكا الشعب ما يمشيش معاه، ويبدو يحطوا له عصافه العجله، الناس تقولوا قضيه وعدوا الحبس. علاش؟ فهمتني؟ انا ما المساجين هذوما وضعوا في السجن ظلما ظلما. انا بالنسبه لعلي العريض، انا مش لاني نهضه لا شيء، اي العريض سي راجل غنوشي، راجل عمره 74 سنه مناضل، فهمني؟ يحطوه في الحبس، فهمني؟ ما تجي يعني اللي عمره 74 ما نحطوش في الحبس، حتى 50 سنه ما يحطوش في الحبس، حتى 30 سنه ما يتحاسب، ولكن يعني ما الحاجه حاسبوا عليه. اي حزب يجي باش يقد البلاد وينهض بالبلاد يحطوا له عصافه العجله، فهمني؟ ستة اشهر كل ستة شهور جي حكومة جديدة، الاقتصاد تضرب، الميزيرية ضربت، الشباب هرب، فهمت ولا؟ الكادر ويب تاع تونس، فهمت ولا؟ هكا في أوروبا تخدم، فهمت ولا؟ تقريهم تونس خلال الفلوس يهاجروا يمشي ينفحوا الأوروبيان. ما فماش حتى داعي، كل واحد تو البلاد بدات تريض على روحها وتاخذ نيتها، كل شخص كان في السلطة وخذاو معناها فرصتهم وتحملوا مسؤولياتهم، والانقلاب شدهم على سفارات أجنبية، ماهوش لعب. وكلهم انا مشاركين، وهو نفسه الرئيس مرزوقي عنده 3 احكام يلزم يجي يعترض عليهم. هذه مشكله تونسيه ماهيش عالميه، ماهيش لبرا، ماهيش في لاهاي، ماناش في لاهاي، مشاكل تونسيه، تحمل مسؤوليتك. معناها انت تسمع بالناس الكلام وتتهم في القضاة، تتهم في الناس، هذا رئيس جمهوريه منتخب عنده صلاحيه الكامله. انظر للواقع، ماكش قاعد تحلم، انت في تونس ماكش في دولة أخرى، قاموا بثورة تعديت تو قربت 15 سنة، معناها برشا ناس يقول لك والله تعدى وقت ضايع، تعدى وقت جينيراسيون كاملة مشات ضايعة، تحمل مسؤوليتك. المنصف المرزوق هذا كان جا عنده في مخه وعنده واحد كذا، وقعد في تونس هنا ما هربش، معناها اللي يقول فيه كل حكاية فارغة، ما يسمعوش خير وكا. حنا نعرفوا البسباس كيفاش تزرع وكيفاش تنحى وكيفاش، لما احنا نعرف وقالوا يا بابا وقتاش نولوا شرفه؟ قال له حتى يموتوا كبار الحوم. تو انت تحكي لي على منصف المرزوقي شنو اللي عامله؟ شنو الشيء اللي عامله؟ اعطيني انت هكا كمواطنه تونسيه، ابار انت عالميه
اعطيني شنو اللي عامله، اعطيني شنو الشيء اللي عامله. سيب عليك قل له يا ولدي ارجع لبلادك وبرا امشي، سيب عليك شد الدكتوراه نتاعك وقعد رايد على روحك. فماش منها، هذه معناها دوله اخرى وبرا هاي محاكم دوليه غلط، تحمل مسؤوليتك. اذا كان باش نواصلوا المهاترات هذيا راهي ما فماش معناها قوانين في البلاد، ماهيش دوله تعتبر مشيخه ولا عائله صغيره. لجوء المرزوقي للمحاكم الدوليه حسب رايك هل هو استقواء، هل هو استقواء بالاجنبي؟ لا استقواء بالاجنبي ومغالطه الراي العام. حتى الجماعه اللي كانوا منسوبين ليه هذاك كله ديكور، انسحبوا ومشاو، مشاو منهم جعفر ومصطفى بن جعفر، انسحبوا ومشاو وقالوا الاكثريه قالوا الكون انتهت فترتهم، مشاو على روحهم. وحتى بردو الرئيس الناصر مشى على روحه، وكاو القضاء قاعد يقوم بواجبه. نحكيو على ملف المساجين السياسيين، انت كمواطن تونسي قلت انك قاعد تتبع في الاوضاع هذه، ياتي في اطار المحاسبه مش في اطار تصفيه حسابات وتلفيق التهم وكما يقولوا المعارضه؟ لازم تصفيه حسابات يعني بالواقع، اللي عمل حاجه يخلص واللي ما عملش يخرج، هذا كل واحد وحقه. مانيش هنا باش نظلموا الناس هكا ولا لا، فهمت؟ ان شاء الله ربي معاهم واللي في الحق يعني ظهروا ربي. كل واحد ورايه، ذاك كل واحد ملزوم برايه هو. انت كيفاش تراها كمواطن؟ تطبيق للقانون، محاسبه ولا تصفيه؟ انا را وكونه كما قال ربي سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم واعطي لكل ذي حق حقه، اللي عمل حاجه في البلاد هذه لازم يتحاسب عليه. هذا ما ينجمش ياثر على القضاء في بلادنا. القضاء ما يخو مسلك نتاعو صحيح، واحد كذا واموره مريقله، فما حتى مشكل. فما رئيس ربي يحفظه ربي يكرمه وربي يعاونه، ومعاه ناس تخدم واحد كذا وربي يحمي تونس. ما تاثرش بالكل، علاش؟ خاطر الشعب فاهم هو على الجاء. جاء بالمشاكل، عمل لنا مشاكل مع الدول الجوار، مع ليبيا، مع سوريا، مع العراق، مع الامارات، تذكروا كيفاش؟ وركبنا الخوف. وبرشا مرات قال نستقيل، وراه باش ياثر بالعكس، وهو ما نجحش في الانتخابات هو ومشى على روحه. اما ماش باش تاثر هو تو المرزوقي، نعرفوا كيف هكا. كان يقعد معنا في المقاهي الثقافية وفي المنتديات وأيامات محمد حربل، كان صديق له في الحرية، كان منظمة بتاع أيامات محمد الشرفي الحرية، معناها المنظمات بتاع الحرية، منظمة حقوق الإنسان، كان معنا صديقي أنا بيدي في التعليم العالي، كان أصدق الأصدقاء بتاعي، ولكن يجب يراجع روحه، يظل قاعد يحلم، تقريب قاعد يحلم. ما فهموش في تونس، مش عايش في تونس، هذا قام بأخطاء ارتكبها، يلزم يرجع للواقع، يتحمل مسؤوليته كاملة. أنا مع الرئيس، علاش معاه؟ خاطر على حق. توا عنده 5 سنين عملية، لو مش ساعة ولا ساعتين، في قرارات سلبية، بلاد شدت روحها، يخلي البلاد تمشي على روحها طريقها، يمشي يخلي البلاد. بداوا التوانسة يفهموا روحها، ماهيش بالعاتبة، مسألة مش عاتبة، مسألة بتاع واقع. تنجم تأثر، تنجم تأثر حتى على سمعة تونس، يعني حتى سمعة تونس في العالم الأجمع، يعني سمعة ما شاء الله، يعني وتجي أنت كدولة تونسية معروفة في العالم، يعني فهمتني؟ تجي تحط سياسيين في الحبس، فهمتني؟ لا ما تجيش، ما تجيش. فما سياسيين في الدول الأخرى محطوطين في الحبس؟ لا 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 لا، اسمعيني، في الدول الديمقراطية المتقدمة، حتى الرش راديكال في ألمانيا، هذوما اليمين المتطرف النازي بتاع هتلر ما حطوش الحبس، ما حطوش الحبس، ما جاوش حطوه في الحبس خاطر هو نازي. هذه اليمين المتطرف في المانيا مجرم، قتل حروبات وكذا كذا، هاكو يمارس في شغله عادي كان عباد، وبالرغم عنده فهمت الله تطرف ضد الاجانب وضد كذا، ويخرج بقرارات وكذا ولا حد يكلمه. هذيك هي الدنيا، سياسي يزمك المعارض هو تكلم، قول تحب عليه انت وتحب تعمل وانت وجهه النظر بتاعك، لازم الاخر يقبلها بس ترحب. حتى الكادروات بتاعنا في تونس، نحن الكادر في تونس بتاعنا، الناس اللي عندها مخاخ مش قاعدين نشوفوا فيهم يخدموا، بطاله نخدموا كان في وخلاهم بطاله الشخصيه المعارف هنا، بورصه الاتحاد الشغل، اولاده كله يعيشوا يقراوا في المانيا وفي فرنسا، اولادهم الكل شادين مناصب، ما عندوش حتى نيفو. حتى الشخصيات اللي حكيت عليهم اولادهم هكاك. اي اسمعيني. اللي يحكمونا زاد. نحكي الكل على الكل بصفه عامه، تونس طنجره تغلي، فهمني؟ شنو اللي خدمه هو؟ شنو اللي عمله منصف المرزوقي؟ اعطيني شنو اللي عمله؟ اعطيني اليد المساعده شنو اللي عمل؟ عفوا والا غيره ولا غيره؟ مش نمدح انا في بن علي ولا نمدح في بورقيبه ولا نمدح حتى واحد. أنا نمدح اللي يحن على الشعب ويرحم الشعب ويتلفت البلاد ويتلهى بالبلاد وبالناس المزمرة. أنت وصلتي توا كعبة جولدن،
تلوج على الانتخابات الرئاسية. يا منصف المرزوقي، يا منصف المرزوقي، شوف حاجة أخرى دور بها. أما هذه تونس راي يا بابا، راي تونس راي حامية وبرجالها وعندها رجالها وعندها نساها.